الألعاب النارية سلاح بيد طفلك. ساهم في الإبلاغ عن بائعي الألعاب النارية، 5000 ريال مكافأة تشجيعية لكل من يبلغ عن بائعي الجملة ومستودعات الألعاب النارية التي لا تقل كمية المضبوطات فيها عن 4000 قطعة، وذلك عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو الرقم 1900. للإبلاغ عن الباعة المتجولين والبسطات يرجى الاتصال على رقم طوارئ الأمانة 940. سيتم التعامل بسرية تامة مع هوية المبلغ. مع تحيات وزارة التجارة والصناعة.